الأصايل. حي الله بنات الوطن يا بنات الأصايل، يلي نور تنضوى الشمس وبعد القمر طايل، نور سطر التاريخ ويلغى المحال، ونقولنا وفاء إدريس إيش تقول دلال، ونقولنا أسرى أسيرات وماجدات، ونقولنا شهداء ميات وألوفات، طبيبات ومحاميات ومهندسات وطالبات وشاعرات ومبدعات، ويلي بتزاود هيهات عزومنا قوي وما تنهار، وأصلنا واحد أبو عمار. عزومنا قوية وما تنهار وأصلنا واحد أبو عمار. حي الله ذا بنات الوطن وانا يا دلال لبيك، ردي من جوا الكفن يا وطن لبيك، ردي وصد الوهن صحي ورود الدار، مشتاقة لحي اندفن مشتاقة يا ختيار، صحي ورود المداين ردي على كل خاين على كل دين وداين، ردي يا سن الرمح يا عمق الجرح يا زينة ورود الدار. ايش دلال بترد؟ انا دلال على حيطان القدس مرسومة، انا دلال على حيطان القدس مرسومة، انا البرودة بكيت على زمن العروبة، انا العذرة وابواب المهد مصلوبة عن الغالب ولا كنت يوم. انا جيت بدعوة لزيارة الضفة الغربية لمشاركة في فعاليات ادبية في نابلس بيت لحم طول كرم، ان شاء الله غدا في الخليل باذن الله تعالى. والله الناس ذواقة، لكن اللون اللي انا بقوله يمكن شوي مفقود، عشان هيك وجدت يعني استحسان ووجد يعني تفاعل كبير جدا من جمهور هنا بالضفة. انا جئت انقل رسالة محبة، رسالة ادبية من غزة الصعود الى اهلنا واحبابنا بالضفة الغربية، وكان لي شرف بالامس تكريم ولقاء السيد الرئيس، وهذا زاد تفاعل ومحبة لاهل الضفة الغربية، انه غزة والضفة جسد واحد وروح واحد. اليوم نحن في جامعة القدس المفتوحة فرع طول كرم نستقبل الأخت الشاعرة الفلسطينية الغزية إلهام أبو ظاهر، وهي تعكس شعرنا وتراثنا الفلسطيني، وهي تقول الشعر الفصيح والشعر البدوي. نحن بالمشاركة بين مجلس الطلبي والشبيبة الطلابية والمركز الثقافي الفلسطيني نقيم مثل هذا النشاط الذي نؤكد عليه دائما، ودائما نتطلع مثل هذه النشاطات حتى نوعي شبابنا وطلابنا بما يحصل حولنا ولكن عن طريق الشعر. طبيعة زيارة الشاعرة إلهام أبو ظاهر، قام مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية باستضافة الشاعرة إلهام أبو ظاهر كي نتعرف على هذه الشاعرة ابنة غزة هاشم، ابنة غزة الصمود، التي رغم المعاناة لها أصرت أن تبقى ضمن محافظات الضفة، ولا يسعنا إلا في طول كرم إلا أن تطأ أقدامها هذه المحافظة محافظة الصمود. فأهلا وسهلا بها وشكرا للجميع.